رجعنا بعد الانسحاب الإسرائيلي صباح اليوم في معسكر خان يونس، لاحظنا وشفنا كثير من الدمار الموجود في المكان. دمروا كل المنازل بشكل كامل، تجريف كامل للأراضي والمنازل ولكل الممتلكات المدنيين الموجودة في المنطقة، تخريب لا وصف له. وجدنا صعوبة بالتنقل لأن الأرضيات غير مستوية والشوارع كلها مجرفة والبنية التحتية مدمرة، أسلاك الكهرباء بالشوارع. شفنا بعض الجثث المحللة والمرمية واللي تم تصفيتها في المكان. صعوبة في التنقل، الحصار كان قوي جدا، القصف لم يقف ولا لثانية في المكان، كان الاستهدافات وراء بعض بشكل متتالي. نرسل لكل الجهات الدولية المعنية بحرية الإنسان والمعنية بالإنسانية أن تقف هذه المهزلة وأن تضع حد لهذه المهزلة. هنا استهداف بلا هوادة للمدنيين الفلسطينيين، تدمير كل المنازل، لا يوجد دواء، لا يوجد ماء، سيارات الإسعاف لا تستطيع أن تتنقل، يتم نقل المصابين على العربات التي يتم زقها بشكل يدوي. لا أعلم ماذا أقول، كما تشاهدون في الخلفية ورائي هناك دمار هائل، أو هذا يعتبر جزء من الدمار الهائل، لأننا صراحة يضم القلب للمشاهد التي نراها. كنت هنا أعيش في هذه المنطقة، وعندما دخلت هذه المنطقة لم أعرف معالمها. وكأنه زلزال ضرب المنطقة، يعني لا يوجد معالم نهائيا للحياة، لا يوجد معالم للبيوت، البيوت طبعا داخلة على بعض، ما حدش عارف بيته وين كان. الشوارع يعني زي ما انت ملاحظ يعني فيش معالم حياة، هناك جثث متحللة على الأرض، شهداء الله يعزكم وأكرمكم الله، الحيوانات يعني مقتولة ومتحللة، والأشجار يعني مقلوعة، لا يوجد بيوت، لا يوجد أسلاك كهرباء، لا يوجد عمدان كهرباء، لا يوجد مقومات الحياة. هذا ما شاهدناه بعد الانسحاب، يعني مناظر تبكي لها القلب. החטיבה של חאן יונס שהתפארה בזה שהיא תעמוד נגד צה"ל היא מפורקת. ואני אומר לכם כאן, אנחנו משלימים את המשימה בחאן יונס ואנחנו נגיע גם לרפיח ונחסל את כל מי שיש שם שהוא מחבל שמנסה לפגוע בנו. להמשיך לא לעצור, זה קרב של נחישות לאומית. אנחנו צריכים להתמיד עד שאנחנו משלימים את המשימות שלנו. ולחמאס הרבה יותר קשה, תאמינו לי. אין להם נשק, אין להם תחמושת, אין להם יכולת לטפל בפצועים. יש להם 10,000 הרוגים, מחבלים, ועוד כ-10,000 פצועים שלא מתפקדים. זה מהלומה שהולכת ומכרסמת ביכולת.